تحية رياضية مني ومن زميلي جورج سويدي ببداية النقل المباشر. قبل ما نكون مع التعليم نكون مع النشيد الوطني اللبناني. ومن قلب الشمال بعيدا امتار قليله من العاصمه الشماليه عاصمه لبنان الثانيه طرابلس من مجمع نورث هافن بالشمال بننقل لكم المباراه الثالثه بنهائي بطوله لبنان اكس اكس ال بالفوليبول بين الزهره المينا طرابلس اللي عم يلعب على ارضه بالنورث هافن وفريق الانوار جديده من ساحل المتن الشمالي يلي عم يلعب المباراة الثالثة وهو متقدم 2-0. كنا شفنا جورج بالمباراة الأولى فوز الأنوار بعقر دار الزهرة رجع لقى صعوبة كتير كبيرة وعلى لحظات كان ممكن يخسر المباراة الثانية على أرضه. اليوم رح نكون مع المباراة الثالثة يلي عم نتابعها من مقر إذا فينا نقول الزهرة بالشمال. مجمع نورث هافن بالألمون هو الملعب المعتمد لفريق الزهرة مينا طرابلس اللي عنده اليوم مهمة صعبة لكن مش مستحيلة. الفريق إذا متأخر 0-2 بالنهائي لهلا والأمل موجود. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا جيب بالمباراة الثانية فريق الزهرة عمل كامباك ممتازة، كان متأخر 2-0 رجع قلص الفارق وعدل وكانت المجموعة الخامسة والحاسمة رائعة جدا بين الفريقين، انتهت 18-16 لصالح فريق الأنوار اللي تقدم بهالسيري 2-0. يعني هالشيء ببشر بمباراة قوية اليوم، مباراة ثالثة من مجمع نورث هافن بالألمون بين الفريقين اللي كانوا الأفضل السنة بهالموسم بالفاينل فور. وبرهنت المباراة الثانية إنه أزهر المينا لا يقل شأنا أبدا صح. عن بقية الفرق يلي واجهت فريق الأنوار إن كان تنورين إن كان بلاط إن كان الشبيب البوشرية يلي سقط أمام الأنوار بالدور النصف نهائي وبنهائي الكأس. هون شبل عم نشوف حنا زيلع الحكم الدولي يلي عم بحكم المباراة كحكم رئيسي عم بيعطي إشارة الانطلاق والإرسال الأول مع جوزيف نهرة. وهون أول سوء تفاهم على أرض الملعب أكيد بعد المباراة ببدايتها، أول نقطة لفريق الأنوار على إرسال نهرة. هلا هن بعتقد في شوية تعصيب زيادة عند شبيبة الزهرة المينا يلي بالمباراة الأولى تفاجئوا مثل ما كان عم بقول المدرب بقدرات فريقهم العادية جدا، بالمباراة الثانية لا رجعوا استوعبوا يعني كانوا قراب أن يخسروا استوعبوا الأمور. هون عم شوفهم أول نقطة لا، الثانية عم بيقدروا إنه يربحوا. هون بدنا نوجه تحية لصديقنا شادي أبو فرحات اللي ما عم بيقدر يكون معنا اليوم، عنده نقل مباشر على أي إذاعة جورج؟ على إذاعة لبنان الثقافي. شادي عنده برنامج كل نهار اثنين الساعة 5، بنوجه له تحية كبيرة بنقل المباشر اليوم. عم نفتقد له أكيد لشادي يكون عم بيحلل معنا اليوم هالمباراة الثالثة بالسيري النهائية لإكس إكس إل ليبانيز فولي بول تشامبيونشيب. ونقطة هون ثانية لفريق الزهرة لؤي الشريف. والزهرة فإذا عم يتقدم 2-1 على الأنوار بهاللحظات بالذات ببداية المباراة. أنا بعتقد المباراة رح بتكون طويلة اليوم بين الفريقين بنهائي بطولة لبنان إكس إكس إل. دوموتور بعتقد الاتكال الكبير رح بيكون عليه اليوم بهذه المواجهة، الاتكال على اللعيب الأجانب رح بيكون كبير جدا إن كان دوموتور وإن كان أنجل رقم 13 دانيس. واليوم بداية قوية للبرازيلي إيفرتون لاعب نادي الزهرة يلي عم يفرجينا اليوم مباراة من الأول منيحة، المباراة الثانية ما كان عم يقدم فيها أداء منيح إيفرتون، وصولا للمجموعة الخامسة يمكن اللي فاجئنا بعض لمحاته فيها. وهون فإذا الزهرة بيتقدم وإرسال ناجح لأرتور الزايك خارج الملعب. إرسال كان ممتاز منه على كل حال، بهيك مباراة ما لازم يكون في إلا هيك نوع من الإرسالات لأنه إرسال عادي النقطة رح تنتهي بسرعة. وهيدا الإرسالات القوية اللي عم نشوفها اليوم والدفاع الممتاز لفريق الزهرة ببداية المباراة. ونقطة للأنوار، كبسة كانت خارج الملعب هون جرب يخرب من البلوك فطلع طابته خارج الملعب. كروازات طابة حلوة كثير كانت بس على سنتيمترات قليلة طابة بلادن ميداك. وكمان إيفرتون حلوة كثير الطابة مدروسة بشكل ممتاز
وخاطفة من الزهرة المينا يلي بعادل النقاط. وهون الكبسة الممتازة. اليوم معركة اللعيب الأجانب رح بتكون كبيرة على أرض الملعب. صحيح لاعبين أجانب من طراز كثير عالي عم نشوفهم بالفريقين، خاصة عند الأنوار. وهون بيير فارس، بيير فارس بطابة خاطفة كمان. الفريقين عم يعتمدوا طابات الخاطفة ببداية المباراة، عم بيجربوا يهربوا من البلوك، عم بيجربوا يسرعوا اللعب تما تكون الطابة مكشوفة. خمسة أربعة، وجمهور الزهرة عم بيجرب يعمل، عم بيجرب يكون لاعب على أرض الملعب إلى جانب بقية اللاعبين ويعمل الفرق اليوم. أوه حلوة هون لأدم، أدم الخوري. وستة أربعة، بلوك جيد من الأنوار. لؤي وحلوة منه، بيرد بسرعة. اليوم بعتقد أقله في المجموعة الأولى رح نشوف النقاط متقاربة بين الفريقين. إرسال مع الرقم أربعة ملادن، ملادن ناجح، إيس اللاعب العسراوي. برافو. ستة ستة. اليوم جمهور الشمال بحاجة لهيك نوع من المباريات المميزة تيقدر يعمل نتيجة منيحة وينسى شوي أهل الشمال الأحداث الأمنية اللي عم بتصير. واو إرسال تاني على الطويلة لبلادن، بيرجع التقدم للزهرة. اللاعب المونتينيغري الرقم أربعة بصفوف فريق الزهرة، اللاعب المعروف جدا بلبنان، لعب مع البوشرية ولعب مع أندية عديدة. دومي باستقبال كثير منيح. و 8 6 عم نوصل على الوقت المستقطع، 3-0 ران للزهرة، ونتيجة أكثر من منيحة ببداية المباراة من الفريق الشمالي. يلي بنذكر عم بيلعب على أرضه وأمام جمهوره بالنورث هافر. كبسة اللي كان عم بطالب فيها تكون تاتش هون جون أبي شديد، لكن بالإعادة بنشوف ما لمست حدا من لاعبي فريق الزهرة. بتشوف الكوتش سيمو عطلة عم بيعطي تعليماته لفريق الزهرة، وفيكوف سيردان المدرب الصربي لفريق الأنوار. على كل حال سيمو عم بيعمل شغل كتير كتير كبير مع فريق الزهرة، عم بيخلي هالفريق يكون فعلا فريق ممتاز بالمباريات النهائية. ومثل ما كان عم بقول شادي، شفنا كنا من ثلاث سنوات نهائي بين الأنوار وفريق المينا زهرة. حلوة كتير بخلصها دومي هون، ونقطة كمان للزهرة. في ضعف شوي بالتركيز عند الأنوار، وفي قوة باللعب من فريق الزهرة يلي عم يتقدم 4-0 ران. وبعده الإرسال مع ملادن، إرسالات رائعة للاعب المونتينيغري، ودينيس أوت خارج الملعب كمان. 5-0، 6-4 كمان، 6-0. تايم اوت للأنوار، وبداية أكثر من منيحة من فريق الزهرة، يعني عم يجبر الخصم إنه يرتكب الأخطاء يلي ما كنا معودين عليها منه. بدنا نذكر اليوم المسجلين بهالمباراة: جورجيت البيع، حكم احتياط داني حبيب، حكام خطوط أسد عاصي، سعيد برنيانوس، بسام ملات، وربيع الحاج يوسف، ومراقبي المباراة طوني غانم ونحلي نصيف. والجمهور، جمهور الزهرة فإذا عم بحيي فريقه يلي عم بيتقدم بفارق أربع نقاط على الأنوار بهاللحظات بالذات. فريق الزهرة راح يحاول اكيد المستحيل انه ما ينهي هالسيري النهائيه هون بارضه. هالمره ارسال خارج الملعب لبلادن بعد البريك، يعني اكيد التايم اوت اللي طلبه مدرب الانوار كان ايجابي. دينيس على الارسال،
دينيس والرأسة الشهيرة. وهيدي هي الرأسة. تنشوف الإرسال. استقبال منيح. واو لؤي الشريف. برافو لؤي. 11-7. وفريق زهرة عم بولع الجمهور. حلو كثير دفاع اليوم عند فريق الزهرة. أرتور كمان دفاع رائع لفريق الأنوار. والدفاع بيخلص الطابة. ذكية ذكية من وسام. مثل العادة هيدي الفانت صاروا عاملينها أكثر من مرة لعيبة الأنوار، بس هون عم نلاحظ الأنوار عم بواجه صعوبة كبيرة. الدفاع تبع فريق الزهرة عم بيكون ممتاز اليوم. صح. وخاصة التكامل بين الخطوط. توزيع رائع هون لوسام. الكمبيوتر لفريق الأنوار. أوه أرتور تاتش. برافو. حلوة. 12-8. الزهرة عم نشوف تركيز كامل من اللعيبة على أرض الملعب، وحتى الجمهور عم بيكون صامت وساكت خلال اللقطات المميزة. آدم الخوري على الإرسال. أوه. سوء استقبال لفريق الأنوار، بيقابله سهولة أكيد عند أفرتون اللاعب البرازيلي الفارع الطول. ما بلاقي صعوبة أبداً أنه يحط الطابة بملعب الفريق الخصم. بعدنا أرسل آدم. وسام لدينيس. حلوة كثير. هون عم يوعى دينيس. والجمهور عم يسكت بهاللحظات. هون التوزيع الخلفية حلوة كثير. أولى لمحات رائعة. بس البلوك تقريبا جاهز. نهرة. أرتور. حلوة كثير، حلوة كثير الخطف. برافو. يعني هون كان في شوية خطأ بالاستقبال إذا بدك عند فريق زهرة، وكمان خطأ بسيط عند فريق الأنوار، ولكن بيرجعوا بيظبطوا الطابة. برافو لوسام مرة جديدة. كمان هون. أي. على كل حال كان طابة أوت. والفرق بينزل للنقطتين من بعد ما كان 4 نقاط من لحظات قليلة. تايم اوت هون لفريق الزهرة. بيطلبوا المدرب سيمون عطلة. هون التركيز عم بيكون أكبر إذا بدك من ناحية الأنوار. بنفس الوقت شفنا خطأين متتاليين باستقبال الطابة من فريق الزهرة. المباراة مذكر هي المباراة النهائية الثالثة بسلسلة مميزة بنهائي بطولة لبنان XXL. هم اللي عادي طابة اوت كانت، حتى لو يعني هي كان فيها صفرة قبل ما تكون خارج الملعب. جوزيف نهرة. ونهرة. في تردد. بس كانت طابته خارج الملعب، ما بعرف ليه ردها. ما بعرف ليه ردها لاعب الزهرة. الفرق بينزل لنقطة وحيدة. ما بعرف كيف قدر الانوار بلحظات قليله يسكر هالفارق الكبير. برافو. وايفرتون برافو كمان مره. 14-12. الي نار عم بفوت مطرح جوزيف نارا باستقبال الطابات. واكيد اللاعب الليبرو بالفولي بول بفوت من دون اذن من الحكم دائما على ارض الملعب. دينيس ما معقول ما معقول تفسير عم بغيره. صوت الطابة كيف تفقش بايده وهو طالع. يعني كنت انت بالمباراة الثانية عم بتطالب شادي انه وينه دينيس، ما عم نشوفه. اليوم عم نشوفه عم بيلعب بشكل ممتاز على ارض الملعب، ودومي عم بيكون دوره اخف لهلا على ارض الملعب بالنار 7 بشمال لبنان.
كمان طابه حلوه اليوم يعني ساتلوا عليها ثلاثه طن وطابه حلوه كثير لفريق الزهره. الزهره بيرجع بيتقدم 15-13 والفريق نقطتين. ممكن في ضياع عند فريق الانوار، مين بيستقبل الطابه الثانيه؟ ارتور الزايك ارسال رائع لارتور. وسمعنا الرنة من اخر الملعب لهون و16 13 كمان الزهرة عم بيتقدم على الانوار. بالاعادة عم تشوف هالارسال الصاروخي اللي ما قدر يصده هون الينار. صراحة أنا بعتبر إنه دومي هو واحد من أفضل اللاعبين يلي كانوا عم بيستقبلوا بشكل جيد الإرسالات القوية. غير إنه هو لاعب ضارب ممتاز يعني هجوما لاعب متكامل قوية. اللعيبة عم يرجعوا على أرض الملعب. كل أعضاء الاتحاد اللبناني موجودين بالمنصة بالإضافة إلى رئيس النادي الزهرة المينا وأعضاء المجمع. كمان مرة أرسال ناجح لأرتور اللاعب البرازيلي اللبناني. مكسب يعني كبير من أفضل الإرسالات لهلا عم نشوفها. وكمان ثلاث أيسات فينا نعتبر. ومهرجان كبير أكيد. مهرجان كثير كبير من الزهرة. الفارق خمس نقاط. ما بعرف ما بصير أكيد بدها تايم أوت يعني بعد هالفورة القوية. بركي بخف شوي حماسه لأرتور بهالوقت المستقطع. رائعة إرسالات مميزة ورائعة جدا. الفريقين عم يرجعوا على أرض الملعب. أبدا المباراة النهائية ما رح بتكون سهلة على فريق الأنوار الجديدة. شفناه واجه صعوبة كبيرة بالمباراة الثانية واليوم عم بيواجه صعوبة أكبر بالمباراة الثالثة. أرتور هالمرة أوت. خارج الملعب. بس سلسلة طويلة جدا أكيد. يعني 14-18 وهون دومي منه مرتاح ابدا طبته خارج الملعب. الزهرة 19 الانوار 14. ايفرتون دينيس 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 دائما موجود. دينيس ما فيك تقرا له كبسه، من المستحيل انه تقرا الكبسه تبع دينيس. وهون استقبال جيد وكبسه حلوه. برافو لعبه حلوه. تاتش بلوك خارج الملعب. نقطه للزهره. عشرين 15 طابة ملدن عم تشوفها هون الإعادة. مع انه البلوك كان طويل ومتمكن من حاله بس الكبسة كانت أفضل. كمان دينيس هالمرة خارج الملعب. 21-15 فارق ست نقاط. طيب الأكبر ضربت بالفيليه وغيرت وطلعت برا. الزهر عم بيلعب بطريقة أفضل بكثير، عم بيكون متماسك بطريقة أفضل على أرض الملعب. محمسين الشباب، محمسين وعندهم قلب قوي اليوم، يعني عم بيضربوا الإرسال إرسال ساحق، يعني ما عم بياخذوا مخاطرة يضربوا إرسال هين.
مثل ما يخسر يعني النقطة. لازم كل الارسالات تكون هيك اليوم بالمباراه. الارسال الهين رح يقابله كبسه هينه. دينيس كمان دينيس منه موفق. بعتقد الانوار لازم ينسى المجموعه الاولى. فرق كبير. لؤي الشريف رائع على جواب جديد 17-22. عم نشوف الاعاده الكبسه القويه كثير من جان لا تصد. ارسال كمان ما بعرف اليوم نسبة الارسالات الضايعة مش مضبوطة، طريقة أداء الأنوار اليوم منا مضبوطة أبدا. 23-17 أكيد هالشيء بشكل فرحة كبيرة لفريق الزهرة يلي عم يتقدم فارق كثير كبير. عم يقترب خلص من نهاية هذه المجموعة لمصلحته اليوم. كمان رائعة هون دفاع ممتاز. توصل طابة بترجع من آدم وكمان يعني عشوائي كانوا ردوها للطابة لعيبة الزهرة. الأنوار بيربح بيقلص الفريق لخمس نقاط ولكن لعبه غير مقنع اليوم فريق الأنوار. جوزيف نهرة بآخر مرة كان معه الإرسال أخذ سلسلة ثلاث أربع نقاط ورا بعضهم. رح نشوف هلا إذا رح بيقدر يعمل نفس السيناريو. Now or never. فراس وهون في خطا بيربح اول نقطه النهره ووقت مساطع على سيمو عطلة مدرب فريق الزهره. الفارق بينزل لاربع نقاط كان سته من لحظات قليله بالطبع بعده الفارق كثير منيح لمصلحه فريق الزهره يعني بده نقطه بيكون عندهم بلدو سات. هون عم بوقف الطابة الحكم حنا الزيلع الحكم المميز جدا. والجمهور عم بيكون عنده دور كتير كبير. برافو برافو أرتور الزايك. أرتور اللاعب الأفضل على أرض الملعب اليوم 24-19. المجموعة الأولى عم تلفظ الفاسة الأخيرة. كبسة ضعيفة لدومي بس بيربح نقطة فيها 20-24 ويسام على الإرسال. ممكن تكون الطابة الأخيرة بهالمجموعة الأولى ربما. بدنا نشوف الهجمة كيف رح بتكون. عم تتحضر من مين؟ برافو لادن 1-0 زهرة. الزهرة فائزا على أرضه بالشمال بيربح المجموعة الأولى وعلى الكبسة الرائعة بنوصل لختام المجموعة الأولى. نحن رح نتوقف لأول مرة مع الإعلان وبنرجع معكم مع بداية المجموعة الثانية. رجعنا معكم للمباراة 1-1 بالمجموعة الثانية بين الزهرة والأنوار. نتيجة قوية جدا عم نتابعها ومباراة كبيرة صدقوني عم نتابعها سوا من مجمع النورث هافن. الأنوار ربحوا طابة ولكن من بعد ثلاث كبسات من دينيس. بالوقت يلي الزهرة ربح على بلوك شوت وقدر انه يربح الطابه الثانيه من بعد ارسال بالشباك. والارسالات الجيده من فريق الزهره متواصله بهالمباراه. هون دومي من المركز رقم 6 بيعطي نقطه. 2-2 من النص. والارسال مع جان ابو جديد
كمان الارسالات يعني اليوم فريق الانوار من ناحيه الارسال عم بيكون سيء جدا نجيب، ولا لاعب بعد شفناه عم بيكون مقنع، ارسالات بالجمله ضايعه، اثرت كثير على المجموعه الاولى، خسر فريق الانوار 25-20 وكان هناك اكثر من 5 أو 6 ارسالات بالشبك او خارج الملعب. هون صرنا شايفين 2 باول لحظات، يعني تركيز عاطل شوي عند فريق الانوار. 3-3 بالمجموعه الثانيه. هون دينيس عم بيكون حاضر هجوميا. نشوف هالمرة ارساله لجوزيف نهرة كيف راح يكون. على كل حال الفريق عم بيلعب بشكل ممتاز الزهرة اليوم على ارضه. هون لؤي ما بتزبط طابته، وهون كمان على لحظة يعني كانت تنرد طابته لدومي. عم بيلعبوا دفاع بشكل ممتاز الزهرة. صح. الانوار عم بيتقدم لهلا 4-3. نجيب الكومباك اللي عملها فريق الزهره بالمباراه الثانيه هي اللي اعطتهم الامل بهالسري انه يحلموا بالفوز، ليش لا يجرعوا لاجواء المباريات. والنتيجه عم نشوفها امامنا اليوم، التقدم بهالمجموعه الثالثه، بهالمجموعه الاولى الثانيه. بعدها جوا الطابه. مين رح ينهيها؟ بلادن خارج الملعب. بس ما بعرف انه هالطابه في احتجاج بالطبع من فريق الزهر عليها، بس انردت ما لمست. يمكن بدنا نرجع نشوف جو اذا بتعمل معروف من جوا تقريبا من الرد اللي كان عم يلعبها فريق الانوار من ميلة فريق الزهر، اذا طابه اجت داخل الانتين او خارج. 5-3 الانوار عم بيتقدم على الزهره. من بعد طابه شوي مشكوك بامره. فراس طابه خرج الملعب. هلا هون بعتقد تعرضوا لضربه معنويه فريق الزهره بهاللحظات، عم بتخليهم يخسروا اكثر من طابه. بعتقد انا سيمون لازم يطالب. كمان 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 هالمره لا نقطه على المرمى. بيير ايده بتفوت لجوا. احتجاجات من الطرفين اكيد شيء بدل على حديه هذه المواجهه وحديه واهميه المجموعه الثانيه من المباراه. بلادن على الارسال، ارسالات رائعه على اللاعب المونتينيغري وبتنرد بسهوله تامه. اوه بعدها 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 دينيس وكمان بعدها كمان بعدها. ما بصدق. رائع الطابة. لازم نشوفها بالاخبار عشية. اجمل طابة بالمباراة لهلا. لعبة ممتازة ممتازة. عم بيلعبوا بشكل ممتاز بقلب كثير كبير فريق الترابلسي. بلادن هو اللي كبس الطابة الرائعة. دوماتور حلوه كثير. قلبهم كثير كبير لعيبة الزهرة. 7-5. حضور كبير بهالمباراة اليوم، حضور جماهيري وحضور كمان رسمي واتحادي. والزهرة بيربحوا نقطة 6-7. برافو. عم بيكونوا حاضرين حتى بالحرب المعنوية. يعني 3 ارسالات بعتقد بالشباك من فريق الانوار من اصل 6 نقاط للزهره. شغله ابدا ما منيحه. مره وسام لدينيس بيقريها مظبوط فراس، لكن هون والانوار بنرجع بنقول عم يتقدم ولكن ما عم بيكون مقنع جدا بهاللحظات. 8-6. اليوم الزهرة بغير صورة كليا، بصورة نص المباراة الثانية وصورة لهلا صورة المرشح القوي ايضا لاحراز اللقب. صح. ببطولة لبنان. كان باول مباراة كان غايب الزهرة، بثاني مباراة 2-0 كمان كان غايب، ومن وقتها لهلا فريق الزهرة بغير صورة كليا.
هون خطأ بالتقدير. هاي ده مطار حلو كتير. واخيرا ظبط الانوار طريقه اداء الارسال عنده. تايم اوت هون للكوتش سيمو. حس ربما انه في تغيير بخطه فريق الانوار او بده يوقفوا لدوموتور. وسوء تركيز كمان باستقبال الكرات هون يعني. طابة سهلة ما كان الارسال الصعب للاينراد. و 9-6. نتيجة عم بتكون التقدم لمصلحة الأنوار بهالمجموعة لهلا. بنذكر أكيد إنه الأنوار بحال فاز اليوم يتوج رسمياً بطلاً للبنان. بس هالمرة بيرد الإرسال. وهون جان أبي جان عم يلعب هون، فإذا بيرجع بيلعب بشكل ممتاز جان أبي جديد بيربح نقطة. هالنتيجة كنا شفناها لمصلحة الزهرة بالمجموعة الأولى 10-6، عم نشوفها بطريقة معاكسة. دعس عزيح، دعس عزيح، واضحة واضحة واضحة. دعس عزيح. دوموتور واضحة جدا. و 17 بالمقابل عم نشوف الرقم 10 آدم خوري صاحب الكبسات الحلوة عم بيكون على الإرسال. طابة حلوة لكن برافو برافو. 8-10 عم بيرجع يقلصوا الفارق. لوك حلو عليه لبيير هون ورجعت حلوة كما شو بشكل ممتاز. والفارق بيتقلص من 4 نقاط لنقطتين. 8-10 هون الاستقبال كمان ما كان جيد ومن حسن حظه. بس ما بعرف كيف ثلاثة على البلوك والطابة ما كانت كثير قوية، كيف تجي عندهم؟ يمكن لو كانت أقوى نجيب كانت ضربت فيهم ورجعت على ميلة ملعب كانت خفيفة. حلوة أفتن اليوم عم بيكون ممتاز على عكس المواجهات السابقة بالنهائي. ودائما من المركز اللي بحبه المركز رقم 6 من منتصف الملعب. أحد أطول اللعيبة الموجودين على أرض الملعب. ودومي أطول اثنين. صح. هيدي من الإرسالات النادرة يلي بنشوفها بالشباك من فريق الزهرة. الفريق بيرجع 3 نقاط لمصلحة الأنوار. دينيس بعد ما شفنا اليوم ارسالات قويه من دانيس على عكس المباراه الاولى بهالملعب هيدا. اوه برافو لجوزيف هون. نجيب دانيس بالمباراه الاولى كان عنده اكثر من 5-6 ايس بهالملعب هيدا، هو اللي كان ساهم بشكل اساسي بفوز فريق الانوار. الهيئه بحبه لهالملعب. بس لنشوف اذا رح يعود بالارسالات القويه اللي شفناها بالمباراه الاولى. والرقصة ستيب 1 ستيب 2 وجامب او لعب عزيح. برافو بلادن و 13 ربحوا نقطة فريق زهرة. ممتازة ارتور. ايس برافو يوم ارتور بالارسال عم بيكون رائع جدا. هيدا خامس ارسال له ناجح او ايس. 11-13 ونقطة جديدة لزهرة يلي عم يقترب ربما من معادلة النقاط.
صحيح التقدم هو عم بيكون للانوار، ولكن اللعب الحلو عم بيكون من زهره. حلوه كثير، حلوه كثير من دانيس، تسقيطه رائعه فوق حائط الصد. يعني ارتور بمواجهه دانيس اليوم افضل لاعبين على ارض الملعب. جون ابيشيش وبلوك طويل على شباك من ناحيه الانوار. بالملعب بلادن، برافو كمان اليوم بلادن ميدك عم بيقدم مستوى كثير كبير. بلادن بمواجهه دومي كان هون، دومي ما عم بيكون جيد اليوم على عكس المواجهات السابقه. حلو كثير، حلو كثير. ودائما دانيس رد من الانوار على زهره، ما له حل هلا اللاعب الكوبي، بس الفارق اذا بتضل الامور هيك هو لمصلحه الانوار يلي متقدم 3 نقاط بهالمجموعه الثانيه. كراس لؤي، طابة دفاع ممتاز من جان دومو، كمان دفاع رائع من ارتور، تتخلص طابة حلو كثير، كمان كمان دفاع رائع لفيراس. دومو خارج الملعب، حلو كثير، لاعب ممتاز من الزهرة، استقتال على كل طابة. نشوف هون آخر لقطة من هالطابة الطويلة والكبسة واضحة خارج الملعب من دوموتور اللاعب المجري. مصطفى جراد عم بيطالب بتنظيف الملعب قبل ما نتابع الأنوار 15 الزهرة 13. مباراة ولعانة بين الطرفين، مباراة كبيرة وسلسلة نهائية مميزة عم نتابعها بين الأنوار وزهرة، عم بتدل على المستوى العالي اللي صار للفولي بول بلبنان وتحديدا لبطولة الدرجة الأولى بطولة XXL. كمان هون بصدى دوموتور، برافو. اوه 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 اوه، برافو، بتمشي على الفيليه، برافو، لعب حلو كثير، عم نستمتع بالمستوى الكبير يلي عم نشوفه للزهره بهالمباراه. بس كانت ذكيه كثير هون من دانيس، عم بحطها بالميله الفاضيه من الملعب، بس كان بده شويه نكزه زياده. كمان تنشيف ارض الملعب اكيد شوب كثير. برافو دومي، بيحسم تكنيكال تايم اوت 16-14 انوار، والمجموعه ما فيها شيء بعد. ترجع بس عم نشوف حديه بالطابات ما كنا عم نتابعه من قبل. صحيح، طابات قويه جدا من الطرفين، والكبسات يلي كنا عادة نشوفهم عم بيكونوا ناجحين 100% عم بينردوا بطريقة دفاعية عن جد كثير قوية. حلوة. الوقت الفني عم بيخلص، وهون دومي بهالكبسة القوية والعجز عن فريق زهرة بصد لهالطابة. 16-14 الإرسال عم بيكون مع الحصري من فريق الانوار رقم 15 الموزع على الارسال. اوه اوه اوه، دعانا دعانا، سوء تنسيق بين فراس وادم، والانوار
بونس هالنقطة كانت لفريق الأنوار بوقت حساس. ملادن برافو. شو هالملادن اليوم؟ إن بول ملادن بده الجيم، هذا اللي مبين من عيونه هو وأفرتون. أفرتون اللي كان عم ياخذ تعليمات المدرب عم بيرتاح شوي برا. يعني بالجيم 2 ملادن ما قدم أداء جيد أبدا إلا بأواخر المباراة، واليوم عم نشوفه بمستوى كتير كبير اللاعب المونتينيغري مثله مثل دينيس. ودينيس بيربح نقطة، برجع بيريح شوي فريق الأنوار. الأنوار يلي عم بيتقدم ولكن عم بضل على أعصابه. الزهر عم بيلعب بشكل ممتاز، وهون إرسال مع دوماتور. إن بول طابة جوا، ما حدا بيحتاج عليها. ايس من دومي. وهون وقت مستقطع، اكيد بحاجه لوقت مستقطع فريق الزهره. نحن بوقت كثير مهم من هالمجموعه الثانيه 19-15، وبحال فريق الانوار بعد عمل بريك صغير خلص بيكون تقريبا حسم الامور وعدل هالمباراه 1-1. المحاوله الاخيره للكوتش سيمون هون ليرجع فريقه لاجواء المجموعه الثانيه. اعاده الكره والجامب الرائع لدينيس اللاعب الكوبي المجنس ايطالي. دومي تنشوف اذا رح يعمل ايش ثاني. زيك بخفف الفارق 16-19، والارسال مع ادم. من اقوى المباريات اللي عم نتابعها بكل السلسله لليوم وبكل البطوله، هالمواجهه اللي عم نشوفها بالنورث هافن، انوار بمواجهه الزهره. حلوه كثير هون. قلتوا لدانيس انه ما فيك تعرف الكبسه تبعه كيف بدها تجي، لانه لاعب فشلاوي او عسراوي دائما بضيع دفاعات الفريق او فرق الخصم. عشرين 16 طابع مع فريق الانوار ومع بيير فارس تحديدا. انوار اذا بتابع هيك بكون عم بيعدل هالمباراه. بيخلص هون، برافو ارتور باللحظات الاخيره. وكبسه جون خارج الملعب، خارج الملعب. بنشوفها بالاعاده على كل حال. يعني مش مبينه بس كانت قدام نجيب، يعني فرق شيء مترين بين الطاوله اللي قاعدين عليها حاليا. وازح الاوت. وسام لدينيس المره بنص ملعب من دينيس اللي بيرجع بيخلي الفارق يصير 4 نقاط. لمحات فنيه رائعه عن جد لدينيس اليوم. نشوف الارسال، مش موفق على الارسال. الفريق بينزل وارسال مع الزهره. عم نشوف نقطه بنقطه من الطرفين كل الوقت اليوم. ارتور اليوم ممتاز على الارسالات، هل راح يتابع؟ بعتقد برافو. بتابع ارتور مرن منيح بهاليومين، ناويين. المطلوب اهم شيء انه في عندهم النيه انه يربحوا. لهلا متاخرين بهالمجموعه الثانيه ولكن عم بيكون ادائهم جيد.
ايضا تحسن اداء فريق الانوار بهالمجموعه الثانيه اللي متقدم بنتيجه 21-19. الانوار متقدم ولكن الارسالات الساحقه من ارتور يمكن تبيد او تلغي هذا التقدم. ارتور رائع اليوم. بس دومي دومي عن جد مثل ما كنا عم نحكي يمكن من افضل المستقبلين صح في البطوله. هو اللي ساهم بهال الطابة الرائعة من الترومات. الرد الباس كان حلو واللعبة القوية من دانيس بعدين. حلوة برافو لجان هون. توصل الطابة من جديد. كمان بيخلص دفاع الانوار. دينيس بس كون دينيس يعني كبسة ناجحة. هون طابة دفاعية كانت قوية جدا من الانوار، خلصوا كبسين ورجع دينيس انهى الامور لمصلحته. عم نشوف هون اللاعب الناشئ عمر على ارض الملعب، عمر عبد الاحد. لاعب رقم 8 بصفوف فريق الانوار، هو اللي كان عطى التمريره الناجحه لدينيس. جون ابي شديد. بلادن داخل الملعب، حلوه كثير. ونقطة. عم نوصل لاخر لحظات المجموعة الثانية. وعودة وسام الحصري بدلا من عمر. والامور منا كثير واضحة. التقدم بالطبع لمصلحة فريق الأنوار ولكن الزهر عم يلعب بشكل كثير قوي اليوم كمان. هي الطابة كثير مهمة. يا بتخلي فريق الزهرة ضيعوا فيها. أوه خلص. صارت صعبة كثير على الفريق طرابلسي إنه يرجع بهالمجموعة الثانية 20-24 أو 24-20 طابة مع فريق الأنوار. جوزيف نهر على الارسال. اربعه سيت بوينتس. اول وحده بيخلصها فريق الزهره عبر لؤي الشريف 21-24. وتنشوف الارسال مع مين؟ ملادن فرجينا ارسالات حلوه اليوم. اذا عمل سريع هلا ارسالين ثلاثه حلوين ممكن نشوف حكي ثاني. بعيدة بعيدة. والمجموعة الثانية إذا 25-21 للأنوار بعد ما كان خسر المجموعة الأولى 25-20 1-1 التعادل. بلادن معصب عم بيقول إنه صار في ثلاث أخطاء ورا بعضهم من فريقه أدت لفوز فريق الأنوار بهالمجموعة الثانية 25-20 لزهرة المجموعة الأولى 25-21 المجموعة الثانية. رجعنا هلا مع بداية جديدة للمباراة بعد دقائق قليلة مع المجموعة الثالثة من هذه المواجهة النهائية. بنذكر انه يلي بده يربح المباراة لازم يربح ثلاث مجموعات من اصل خمسة ممكنة. بريك وبنرجع سوا. رجعنا معكم للمباراة، المجموعة الأولى انتهت لزهرة، المجموعة الثانية انتهت لأنوار. نحن ببداية المجموعة الثالثة، النتيجة صارت 2-1 أو 2-2 بهاللحظات صارت بالمجموعة الثالثة بين الأنوار وزهرة، يعني فينا نقول بداية جديدة للمباراة، مفروض بالفريق اللي بده يربح المباراة يربح مجموعتين من أصل ثلاثة بعد، الزهرة إذا بيربح بقلص الفارق لو 1-2 بالسلسلة النهائية، الأنوار إذا بيربح بيربح اللقب لقب بطولة لبنان وبيعمل ثنائية من بعد ما كان ربح الأسبوع الماضي بكأس لبنان.
هون ايفرتون بيستفيد من طوله اكيد وبيمنع تسقيطه لدينيس من فوق حائط الصد. النتيجه 3-2 للزهره، وارتور زايك صاحب الارسالات الصاروخيه اليوم رح يكون هو على عمليه الارسال بهاللحظات. ارسال رائع لارتور والمستفيد ايفرتون، برافو. 4-2 ترجع دغري مباشره لهجوم فريق الزهره. ارسال كثير قوي وزهره عم بيلعب بشكل ممتاز. ابي جديد 3-4 وهون خطأ جديد على الإرسال من الأنوار بسفيد الزهرة 5-3. إيفرتون ونقطة جديدة للزهرة، خطأ تنسيق كمان. خطأ الثاني على الطوالي من فريق الأنوار، الزهرة بسفيد بيربح والنتيجة 6-3. بعدنا مع ايفرتون على الارسال. طابة خارج الملعب. 4-6. عودة بيير فارس بدلا من قليل النار لاعب ليبرو. لؤي بيخلص لا مش لوقت كبير. والزهرة 7 الأنوار 4. الزهرة فعلا عم بيلعب بشكل أفضل بهالسلسلة وخاصة بهالمباراة. بدنا ردة فعل من فريق الأنوار يلي هو إذا بدك فنيا أفضل ولكن ما عم بيكون بالمستوى المطلوب اليوم. دوماتور بيربح نقطة بعد ما شفناه دوماتور الحقيقي على أرض الملعب. لبسة قوية هون كانت لألو ووسام الحصري على الإرسال. 5-7 أوت. طابة بس الطريقة الفنية اللي كانوا عم بيلعبوها كانت حلوة كثير. الأنوار بمحاولة لتعديل النقاط، تنشوف إرساله للحصري. إرسال صعب بس في رأس هون بطريقته بحط الطابة بملعب فريق الأنوار. كان إرسال حاول يخدع فيه دفاع فريق الزهرة هون وسام بحطه دغري ورا الفيليه. ما عم بيرتاحوا الأنوار بهالمواجهة اليوم. أكيد الفريق عليه ضغط نجيب بعد عنده مباراة وحدة بيربح اللقب، بوقت ذاته فريق الزهرة عم بيقدم أداء كبير وبلس عنده اليوم أفونتاج الأرض والجمهور. يعني الأمور صعبة، ما راح يستسلم أبدا فريق الزهرة، حابب يقدم فينال حلوة. ثمانية ستة للزهرة بهالمجموعة الثالثة. والارسال مع لؤي شريف. والزهرة فائزة بمحاولة لتوسيع الفارق بهالمباراة. برافو دينيس. هلا بعتقد الخطة عند الأنوار هينة كثير، اعطوا الطابة لدينيس لأنه هو اللاعب الأفضل. جون ما عم بيكون كثير مرتاح، دوموتور أو بعيد عن مستواه أو في شيء زعجه اليوم لهلا. نشوف ارساله لدوموتور. عنده ارسالات قويه جدا اللاعب المجري. ارتور فيا تاتش لمست اللاعب دينيس. ذكيه كانت منه. ذكيه من لاعب الزهره يلي ما قويها ابدا، اعطاها هيني شاف انه ما في دفاع
خلف البلوك ما قويها كثير ما قويها تاتش بلوك لعبها واجت تسقطت وراها للفريق. وهون 9-7 ادم خوري من هون رسال صعب كثير رسال منه قوي صحيح بس دغري لمس الشبك 10-7 يوم الاستقبال عن فريق الانوار ما عم بيكون جيد على عكس المباريات السابقه اللي كانت نقطه قوه عند الفريق المتني. طابي اوت برافو 11-7 تايم اوت اكيد بس هون. ما بعرف انا الانوار شو عم بيصير فيهم يعني ما عم بيلعبوا عم بيضيعوا ما بعرف شو اللي صار فيهم. فريق كبير كيف انقلب السحر على الساحر بهالمباريات. اليوم فريق الزهرة عم بيلعب اكيد على لقب اول بتاريخه ببطولة لبنان للفوليبول وهي بيكون فيه للشمال حصة الاسد سنة من الالقاب. الزهرة اذا قدروا يربح بيربح اللقب عند الرجال، القلمون ربح اللقب عند السيدات وهو عم يربحه للمرة ال 13، كنا حكينا السبت انه القلمون حرم الانوار ربما من ثلاثية تاريخية نعم. واليوم عم ناكد انه السيدات سيدات القلمون هن الافضل ربحوا النهائي بمواجهة فريق الانوار الجديدة. نجيب لهلا بس في اربع فرق ربحانة بطولة لبنان بتاريخ البطولة هن انفي، بوشرية، الزهرة ورح نشوف الطابة بعدين نكفع دانيسون كمسة رائعة. إذا أنفي، بوشري، زهرة وغزير هن الفرق الأربعة الوحيدة الربحانة بطولة لبنان. بالطبع بعد الحرب أو من أوه هون طابة أوت نقطتين ورا بعضهم للأنوار. كان تايم اوت نافع للمدرب بيكوف يمكن بس كان بده يهزلهم بدنهم شوي لانه صراحة ما كانوا عم بيلعبوا. ارتور بتضل طابة مع فريق زهرة بس مش لوقت كثير و 3-0 ران الانوار بيربح نقطة. برافو حلوة من الأنوار تشوف إذا رح تتكفى لا ضعيفة كانت والطابة أوت ما لمست حدا عم بيقول الحكم حنا زيلا خلينا أرتور عم بطالب نكون الحكم ما بعرف إذا فينا نكون طرف أنا نشوف على البطيء هالطابة ما بعتقد قد حدا لا. اربع نقاط ورا بعضهم غريبة عن جد هالسيري وهالمباراة يعني فريق بيكون متقدم اربع خمس نقاط بيرجع بيخسر تقدمه شو قولك جورج مكتوب لفريق الانوار انه يخسروا اليوم على كل حال ليش لا يعني حلو نشوف سيري حلوة وطويلة بين الفريقين بالفينال 1-1 11-11 ايه هيدي نقطة نقطة كاملة هون أربع نقاط ورا بعض للأنوار تايم أوت هون للكوتش سيمو اوف شو يلي صار ذكية ترك الأمور لنشف أرض الملعب ولوقت يضرب الإرسال لاعب فريق الأنوار لا قدر طلب تايم أوت أخذ الوقت كله يعني وشي لصالحه طبعا بعد هالفورة القوية للفريق المتني بهالبريك الطويل بيكون اكيد روق من
13-12 زهرة عم يربح، فإذا نقطة هون نقطة حساسة جدا بهالمجموعة الثالثة. كنا شفنا تقدم كبير للزهرة، رجعنا شفنا تقدم للأنوار، هون تعادل نقطة بنقطة. دينيس مش معقول، كبساته اليوم لا ترد أبدا. شو هالجامب العالي وشو هالعن جد ارتقاء الممتاز. جان أبو شديد داخل الملعب لجان، وتقدير خاطئ من الزهرة. ايس عم بيعود شوي الاخطاء اللي كنا عم نشوفها من فريقه على الارسال ببداية المباراة. كمان لعب جديد على الارسال. اوه لقطوا هالمرة لأفرتون جوزيف نهرة. واخيرا جوزيف نهرة عم بيكون عنده حضور قوي على الشباك، بيربح النقطة، بيرجع الفريق نقطتين لمصلحة الأنوار. هون لازم نشوف ردة فعل من الزهرة. بدنا ردة الفعل. كمان نقطة جديدة لجون أبي شديد. أيسين بلحظات قليلة من أربع نقاط تقدم، 11-7 كان لفريق الزهرة تقدم الأنوار 16-13. غريبة يعني تسع نقاط ورا بعضهم لفريق الأنوار ونقطتين فقط لفريق الزهرة بهالمجموعة الثالثة. ما بعرف كيف انقلبت الأمور، ولكن النتيجة يلي عم نشوفها هي واضحة أمامنا 16-13. هون الزهرة لازم يربح المجموعة، لأنه خسارته للمجموعة رح بتفوته بالمجموعة الرابعة بالمعنويات واطية، لأنه الأنوار ساعتها بتكون متقدم 2-0 بالسلسلة ومتقدم 2-1 بالمباراة. لهلا بعد الأنوار ما تقدم بهالمباراة بالمجموعات، لأنه المجموعة الأولى كانت للزهرة، الثانية للأنوار. بعدنا على إرسال جون أبي جديد، لكن أكيد هالتايم أوت يمكن برد شوي اللاعب اللبناني. كمان نقطة 17-13. كمان جون لكن هالمرة خارج الملعب من بعد 10 نقاط للأنوار ونقطتين بس لفريق الزهرة. أفرتون إرسال خارج الملعب، وهون هدية مش بوقتها أبدا عم بيقدمها زهرة لفريق الأنوار. مدرب الأنوار شوي ارتاح على وضعه، وهون برافو في لمس من بيير فارس ونقطة. الزهرة بيربح، رح نكون مع نهاية حامية جدا بهالمجموعة الثالثة. حلوة من وسام، ضيع الدفاع في هالباس الحلو كثير، وحتى ضيعه لدومي، ما كان عارف حاله هو بده يضربها للطابة. إذا بنرجع بنشوف بأي طريقة انكبست الطابة، قوية كانت شوي لورا، دتات عالية جدا ومميزة من اللاعب الهنغاري. أوه بلوك ممتاز من دينيس، والفريق عم بيكبر كثير للأنوار.
اوه حلوه، بس ثاني استلعبها بطريقه ذكيه اكثر. الفارق عم بيكبر والانوار رايح ليفوز بهالمجموعه الثانيه. تايم اوت اكيد هون لسيمو عطله. ما بعرف كيف انقلبت الامور، ولكن الاكيد انه يلي عم نشوفه بتحرك فريق الانوار على ارض الملعب صار مختلف، تحرك مختلف جدا عن اللي كنا عم نشوفه بالبدايه ببدايه المباراه. الران مستمره 14-4 من بعد ما كان فريق الانوار 7-11، متقدم هلا 21-15. دانيس عم بيلعب دور كبير اليوم مع فريق الانوار، والحكم عنا زيلع لهلا مباراة نظيفة لا غبار عليها، بس عم بيقدر يكمش المباراة. كان في شوية احتجاجات بلحظة من اللحظات، قدر انه يكمشها بشكل ممتاز. هون 21-15 ارسال مع الانوار، ناجحة لبلادن اللي غاب عن هالمجموعة الثالثة، ما شفناه كثير للاعب الموتينيجري على عكس المجموعتين الأولى. كان معصب بالمجموعة بنهاية المجموعة الثانية، تأخر شوي أدائه بالمجموعة الثالثة. هون نقطة لؤي شريف، وسام دنس كمان كمان 16-22 22-16 ارسال مع دومو او دومي. خارج الملعب حتى فينا نقول انه بلش التعب يبين على وجوه اللعيبه من بعد ساعه وربع من الاداء العالي. ادم كمان ارسال بعيد، كمان هذا بدل على شويه تعب، قله التركيز وتعب بهاللحظات بالذات. نقطه بنقطه، هديه بهديه، و 23-17 عم نقترب من النهايه. كمان كمان ضياع شوي باستقبال هون لفريق الزهره وعلى بلوك 18. من حسن حظه هون لايفرتون قدر خلص الطابه، ما فيهم يلعبوا طابه هيني. ذكر عم تنكشف هون لعبه معروفه جدا بين الثنائي الحصري ونهره، دغري على الكمشو لعيبه الزهره ونجحوا فيها. هون تنشوف الارسال اوت بلوك اوت و 24-18 سيت بوينت. دخول عمر عبد الاحد بدلا من وسام، اكيد على البلوك فايت عمر. هو عم بيكون على الشبك. والاستقبال استقبال بعد المشكله واضحه، وها هي عم تترجم نقطه للانوار اللي عم يحسم هالمجموعه الثالثه بسهوله 25-18 ويتقدم 2-1 بهالمباراه النهائيه الثالثه. هيدي اسرع مجموعه لهلا بالمباراه، 2-1 للانوار، الانوار على بعد مجموعه وحده ليتوج بطل لبنان برياضه الفوليبول. هل الزهره رح يمنعوا؟ الجواب من بعد البريك. المجموعة الرابعة، أول ثلاث نقاط كانوا للأنوار، بعدين شفنا نقطتين حلوين كثير من فريق زهرة، ويمكن نشوف هلا النقاط عم تتعادل 3-3 بهالمجموعة الرابعة. استقبال جيد من دومي، روزيف نهرة عم يربح نقطته الثانية بهالمجموعة الرابعة. والمركز اللي بحبه كثير جوزيف دائما على النص. 4-2. Thank you.
هل رح يتوج فريق الأنوار باللقب الرابع بتاريخه؟ الجواب بحال فاز بهالمجموعة. وهون تاني ارسال خارج الملعب من الأنوار، نقطة للزهرة. ما فينا نقول انه رح يتوج لانه زهرة ما رح يستسلم بسهولة، هيدا الأكيدين منه. يمكن نشوف حتى مجموعة خامسة اليوم وترجع تنقلب الأمور. يلي تابع معنا المباراة الثانية بأكد على كلامي. دومي هون غلطة من زي كان لازم يركض لها، كانت هينة الطابة له. 5-3 الأنوار. الإعادة الكبسة القوية للاعب المجري عملاق نادي الأنوار. ولا لا يا جورج، انفكت الكتيبة عن فريق الأنوار وعم يرجعوا يربحوا مع الكبسة الحلوة هون للؤي. يمكن تكون رسالة لفريق الأنوار أنه الزهرة ما راح يستسلم. شوفها ونشوف في حماس كبير فيها، كان الكبسة من لؤي الشريف اللي عم نشوفه على الإرسال كمان. وسام دومي الحلو ما رح يقدر يكون لحاله بمواجهة دومي. رجع دومي بس على السكة الصحيحة نجيب بعد ما كان شوي غير بعيد شوي. و6-4 وسام الحصري على الإرسال. الملعب 5 هون نقطة بنقطة من بعد البداية القوية. أو لك جمهور البوشري مع مين اليوم بالمباراة؟ لا لازم يكون مع جاره مع الأخ التوأم. أنا وابن عمي على الغريب بس أكيد فريق الزهرة منه فريق غريب يعني. ولكن هذا هو المثل يلي يقال، وهذا التساؤل فينا نتساءله. فإذا اليوم الأنوار 7 الزهرة 5 ونحن عم نقترب من وسط المجموعة الرابعة. دومي يعني ما بعرف إذا الأنوار رح يدفع حقهم هالإرسالات. 50% من إرسالاته خاطئة، وبالتالي 3 نقاط من أصل 6 للزهرة بهالمجموعة هن بهالطريقة. برافو هون لدومي الاستقبال ودينيس فيها تاتش 8-6 وقت مستقطع. اسعد النخل الى جانب رئيس اللجنه الاولمبيه اللبنانيه استاذ جان همام واستاذ احمد نشأت فتال نائب رئيس اللجنه ايضا رئيس اتحاد الملاكمه المصارعه. وأعضاء الاتحاد اللبناني وأعضاء كثر من اللجنة الإدارية لنادي الزهرة ومن مجمع نورث هافن وكل الشخصيات الرياضية بمنطقة الشمال باستثناء صديقنا جابي دراق ما عم نشوفه عم يحضر الماتش من البيت بأنفي. عم بيكونوا كلهم موجودين معنا اليوم، وعم نشوف رئيس نادي الزهرة إلى جنبه أستاذ جورج نصور رئيس نادي الأنوار. و 8-6 للأنوار بمواجهة الزهرة. حلوة كثير هون. الزهرة عم بقول ما رح استسلم. رغم انه كل النقاط وكل الستاتيستيك هي ضده اذا بدك بهالسلسلة لهلا. 2-0 للأنوار بالمواجهات المباشرة و 2-1 بهالمجموعة. من المرات القليلة وسام القليلة عم تشوف هون وسام عم بيعمل هيك خطأ نادرا جدا. و 8-8 يعني عملية تنشيف أرض الملعب هون طلبها فريق الأنوار أكيد تيبرد أرتور الزايك. محاولة ذكية لنشوف أرتور إذا راح يتأثر بس محترف عملية. كبير ارتور زيك لنشوف اللاعب اللبناني البرازيلي الاصل ما تاثر ابدا. ارسال حلو
نقطة لفريق الزهرة بعد الإرسال أو بعد الكبسة القوية بالشبك لدينيس. من 8-6 عند البريك ل 9-8 من بعد البريك. الزهرة 3-0 رن. كمان أرتور. جو البلوك من ايفرتون، اللي عم بدل على اسمه ورقمه، عم بقول لهم انا موجود، وطالما انا موجود يعني فريق الزهره بامان. حلوه كثير من الثنائي الاجنبي، بلوك رائع وناجح جدا. على كل حال طابه مكشوفه، جون كانوا قاشعين وشو عم يعمل، هو كان لازم، ما رح نعلمه، ولكن كان لازم بعتقد يسقطها لهالطابه. كان البلوك عالي، كانت كبسة قوية كثير من جون. نرجع على أرض الملعب، 10-8 لزهرة. وبعدنا على إرسال اللاعب الممتاز أرتور الزايك، هالمرة بالأوت سبنا بالعين. دعانا من الزايك يلي كان ممكن يعمل البريك بهالمجموعة صراحة لو قدر انه يربح النقطة، ولكن هون من ال 11-8 بننزل لل 9-10. كمان تبريد تهدية لعبة ذكية عم تكون عملية التهدئة من المدرب ومن اللعيبة بفريق الأنمار. دينيس ما عم بيكون جيد اليوم دينيس بعمليه الارسال على عكس كبساته القويه بالمباراه. بهالمجموعه الرابعه تراجع اداؤه لدينيس. نشوف ايفرتون شو رح يرد. بعتقد رح تكون ناجحه. كبسه قويه بيصدها هون دفاع الزهره. ملادن حلوه كثير، حلوه كثير. مش ضروري دائما تستعمل القوة، طابة بسيطة ممكن تغير الأمور. 12-9 الزهرة عم يربح، ممكن نشوف تعديل لنقاط بهالمباراة. وسام تنكمش ثابته لدينيس، ووسام مرة ثانية بغلطة كبيرة وحلوة كثير من الزهرة. حلو كثير هون لادم الخوري، بيستفيد اكيد من الطابه اللي رجعت له بسهوله من دفاع فريق الانوار. تايم اوت اكيد للمدرب بريكوف سردان، المدرب السربي اللي مبين تعصيبه واضح على اللاعبين. 13-9 على الزهره. رجعنا عم نشوف لعب حلو من الزهره، بس بعتقد مثل ما كنت عم بقول لك يعني جورج، أربعة أو خمس أخطاء مباشرة على الإرسال من الأنوار، ما ممكن إلا إنه يستفيد منهم فريق الزهرة، وهذا اللي شفناه، هذا اللي عمل الفارق بهالمواجهة. الأنوار عم يدفع ثمن السلشاوي إذا بدك على الإرسال. كمان في بريشر ما تنسى نجيب، يعني عارف الفريق إنه عنده بعد شوط واحد ليحسم البطولة، بزيد الضغط يمكن كمان على أكتاف اللاعبين. دينيس يرجع بيرجع فريقه نوعا ما. نقطة. عشرة 13 أبي شديد على الإرسال. يلا يا جون. لادن دفاع جيد. والبلوك المرة فيس تو فيس بين بلادن ودوموتور. لادن مايداك عم يربح. 1-on-1 مواجهة صربية مجرية على أرض اللبنانية تنتهي هالمرة صربية. وسام دومي كمان دفاع ممتاز للزهرة مرة ثانية. نقطة.
حتى لو ربح بالنقطة الثانية دومي ما كان قوي هون بهالكبسات، يعني اثنيناتهم عم بيكونوا جيدين حتى بهاللحظات، دومي ودنيس اثنيناتهم. النهرة تاتش بلوك، تاتش بلوك، نقطة جديدة للزهرة 15-11. لؤي شريف دومي برافو، لكن بعده الفارق مريح لفريق الزهرة، بعده فارق كبير حتى لأنه عم نشوف نقطة بنقطة ما عاد في حدا يقدر يربح أكثر من نقطتين ورا بعضهم، بس هالمرة زبطت معه لدومي والحصر على إرسال منو استقبال عاطل 13-15. عم نشوف كر وفر على ارض الملعب، حصري مع انه ارساله ما كان صعب ولكن ضايق كثير او فاجئ اذا بدك فريق الزهره. ارسالات وسام مش قويه بس ذكيه، تسعيد مش بيكون نطره. بس ثانيس كان اذكى منه، بعتقد هون لازم يهدوا اللعبه شوي لجماعه الزهره، لازم يهدوا اللعبه لانه كثير تحمسوا ارتكبوا اكثر من خطا ورا بعضهم، وحتى هون البلوك لو كانوا مركزين عليه كانوا جابوا جوا. من 15-11 ل 15-14 و15-15 بعد هالبلوك الرائع لبيير فارس. ما بعرف كيف بده يكون رد الزهره من بعد النقاط العديده والسلسله القويه على ارساله للحصري. اربع نقاط على التوالي مثل ما السيناريو صار بالمجموعة الثالثة، عم بيتكرر هون بالمجموعة الرابعة، وكمان الطابة خارج الملعب 5-0 رن. كيف انقلبت الأمور؟ ما بعرف شو صار مع الزهرة، انقلبت الأمور معه بهالطريقة بهاللحظات. جورج خمس نقاط أو ست نقاط ورا بعضهم لفريق الأنوار الجديدة، ما كانوا متوقعينهم بعتقد هالنقاط. يعني ما حدا عن جد كان متوقع هالكامباك بهالسرعه، كان الزهرة عم بيلعب بطريقه رائعه 15-11 ورايح بكل ثقه ليحسم المجموعه، خمس نقاط على التوالي. اوفر سيلف كونفدنس بعتقد كان في عندهم، ضيعوا فيها لكم نقطه وبالتالي صارت الامور متجهه هلا ربما لحسم من ناحيه الانوار بهالمجموعه بالذات. هلا هون شو رح يكون الرد؟ هلا بدنا نشوف بهاللحظات بالذات. وعلى كل حال اجى الوقت المستقطع بالوقت المناسب لانه الانوار كان ربما رح يستمر بالسلسله الناجحه. هون يا الحصري من بعد البريك ارساله ما بيكون كثير قوي، ونقطه بيربحوها فريق الزهره. واخيرا 16-16 ايفرتون بيرجع على ارض الملعب، وتبديل جديد عم نشوف اللاعب رقم 8 عمر ماح، لاعب صغير العمر عمر عم نشوفه على ارض الملعب كمان مطرح ادهم الخوري. يعني هيدي النقطه عطت معنويات كبيره لفريق الزهره وانقذتهم، انا بعتقد الوقت المستقطع هو يلي انقذهم من سقوط كبير. هلا رح نشوف مشكلته ادهم على الارسال او عمر دغري فات على الارسال. دينيس خارج الملعب لدينيس، برافو. هون الزهره بياخذوا نقطه، كيف رح بيكون رد الانوار؟ بدنا ننطر كيف عم تنقلب الامور، يعني الانوار ربح خمس ساعات ورا بعض، خسر اثنين ورا بعض. دومي بيعدل، يعني حسابيا ثمان نقاط للانوار ليتوج بطل لبنان. بعد في وقت في وقت في وقت، بدك تشوف الزهره مين بيسبق الثاني على النقاط الثمانيه للفوز بهالمجموعه. والجمهور بمحاولة تأثير من خلال الضجيج على دومي. إرسال جيد. أوه. لادن. برافو. السر كان بالباس الحلو. أوه. من وين بيجي لادن؟
18-17 زهرة. استقبال العاطل هون والطابة للزهرة. 19-17 رجع التقدم للفريق الشمالي. وسام ذكية كثير وسام. بعدها ذكية كثير كانت. كمان مرة. بعده التقدم لزهرة بفارق نقطة. مباراة غريبة جدا. كل واحد عم بيسيطر بلحظات فيها. لمين السيطرة النهائية؟ الجواب ما بعرف اذا رح يكون بعد 5 دقائق او بعد نص ساعة من هلا. مباراة عم بتتابعها بنقل مباشر على الام تي في. المباراة النهائية الثالثة بالسلسلة يلي عم تجمع الزهرة مع الانوار. يعني هالاسبوعين نجيب نحن على موعد مع مباريات نهائيه كثيره، ان كان شفنا بكاس اسبانيا فينال، وهناك كاس المانيا، كاس الشامبيونز ليج فينال، نهائي بطوله لبنان بالفولي بول، نهائيات كلها. بالطبع نحن بشهر ايار. طابة اوت هون لارتور. بس هون كان في شويه هيك ضياع. صح. طلع عتور فوق لعب. كان متضايق على كل حال. صحيح. 19-19 بيير فارس أبش. عم بيعطيها لتاني ميل. تاتش بلوك اكيد والطابه والنقطه لفريق الزهره. كبسه كانت لعملادن ميدك. 20-19 زيك بعتقد انا هون رح بيكون عنده تاثير كبير بالمجموعه الرابعه. ارتور زايك حلو كثير ارسال رائع. بيعطي فرصه لفريقه هون ارتور. اوه تنشوف كيف رح تنتهي. لا هون لا غلطه كبيره. تاتش بلوك وزارة عم بيتقدم نقطتين. 21-19 أضاع هون فريق الأنوار فرصة ذهبية لمعادلة الأرقام. برافو لؤي الشريف. ما عم بيقدر يحسم. غريب. غريب فريق الأنوار. ولاحظوا إرسال أرتور قد إيه عم بيكون فعال اليوم، قد إيه عم بيضايق فريق الأنوار. دانيس بيكسر الران هالمرة. بس عم بيغلطوا في بعض النقاط عم بيغلط فيها فريق الانوار، خاصة بالنقطة اللي ما قبل هون كان ممكن يحسمها. دانيس وين حطها؟ بآخر الملعب وعلى نفس الميلة. هلا نقطة لمعادلة النقاط. بدنا نشوف خبرة دانيس هلا بهالوقت. إن شاء الله ما يكون بالشباك. تايم أوت ذكي كثير هون من كوتش سيمو. أخذ وقته كليا ولما وصل وقت الارسال طلع بالتايم اوت. حرب اعصاب. مين رح يفوز بهالمباراة؟ الجواب اكيد ما حدا بيعرفه. وهون الفريقين عم يرجعوا على ارض الملعب. الزهرة عم بيأدي أداء تكتيكي مميز جدا اليوم على أرض الملعب. فإذا الفريقين عم بيضلوا موجودين بقوة على أرض الملعب. 21-20 أو 20-21 إرسال هلا مع دانيس تنشوف. وهون جوزيف نورا عم بيحضر حاله إذا كان الاستقبال عاطل بده ينيه. دانيس على رسالة اليوم ابدا ما انه موفق. عفرتن كيف راح يرد؟ جون حلو كثير لابي شديد. ابي شديد بقلص الفارق هلا هون الارسال مع ابي شديد.
عودة عمر عبد الأحد بدلا من وسام أكيد على البلوك على الشبك. صار لنا فترة ما شفنا واحد منهم على الإرسال عم ياخذ سلسلة جيدة. خلص. أوه بعيدة 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 بس فيها لمس كان من حسن حظه لملابن إنه لمس الدفاع فريق الأنوار. الأفضلية لفريق الزهرة للفوز بهالمجموعة. الإرسال مع ملادن ميدك. الزهرة عم يقترب من نهاية المجموعة. إرسال ممتاز كمان. ودومي حلوة حلوة حلوة. 22 23. بالإعادة كبسة قوية كثير من اللاعب المجري. وتايم أوت رح نشوف أوقات مستقطعة أكيد كثيرة. مباراة كثير حساسة وهالمجموعة كمان مجموعة الرعب إذا فينا نقول. النقاط متقاربة جدا ما حدا عم يقدر يربح على الثاني، ولكن نقطة الاستفهام إذا بدك أو العلامة الفارقة بهالمجموعة هي إرسالات الأنوار يلي قسم كبير منها عم بيكون بالشباك، وبالتالي دفعوا حقها غالي هذه العملية. جو شو رأيك؟ ارسالات عن جد عم تقول ارسالات ضائعه كثير، والانوار من دنيس كنا ناطرين منه اكثر من هيك بعمليه الارسال، لانه فرجينا دنيس بمباريات سابقه قد ايه فعال بهالعمليه هيدي، بس بهالمباراه ما عم بيكون جيد اللاعب الكوبي الايطالي. على كل حال المباراه رح تستكمل بهاللحظات. 22 انوار زهره، 23 روزيف نهره على الارسال. الاستقبال بركي يكون بلوك المباراة، هيدا بركي يكون بلوك البطولة. ما فينا نعرف شيء لأنه هلا كمان الاستقبال رح بيكون، بس لأنه نقطة كثير حساسة نجيب لو قدر ربحها فيها فريق الزهرة. كان 24 صار، وكان صارت العملية كثير خطرة على ما بعدها مش هيك عم لك 23 هلا نقطة مهمة كثير. الزهرة هون إذا بيربحها ممكن على إرساله ينهي. رح نشوف جوزيف لمين. بخلص بعد كمان مرة تيجي. شو هيدا؟ رائع على ملادن، بيرجع بالثانية ثابتة هلا المجري. اوه بقل البلوك، ولؤي شريف بمحاولة لإبقاء الزهرة ببطولة لبنان. الجمهور كله لؤي. اوه استقبال عاطل مش بوقته ابدا، والزهرة بيربح المجموعة الرابعة 2-2 بهالمواجهة. هالمباراة الكبيرة يلي عم تتابعها جمهور الزهرة كله واقف بأرض الملعب عم بحيي فريقه يلي متقدم لهلا إذا فينا نقول معنويا بمواجهة خصمه. 2-2 بين الفريقين، الحسم رح بيكون بعد دقيقة قليلة. عندنا مجموعة كثير قوية رح نتابعها سوا. بريك وبنرجع سوا. رجعنا معكم للمباراة بالمجموعة الخامسة والحاسمة للمرة الثانية بهالسلسلة النهائية. عم نشوف مباراة من خمس مجموعات، كنا شفنا المباراة الثانية انتهت باللحظات الأخيرة لمصلحة الأنوار، هون المباراة الثالثة 1-0 للأنوار بمواجهة الزهرة يلي بنرجع بنذكر عم يلعب على أرضه وأمام جمهوره بالنصابة. دانيس ما معقول اليوم الأنوار إنه كيف بدهم يربحوا وما عم يوصلوا إرسال، هيدي ما عم بقدر استوعبها. اليوم 1-1 دانيس مش موفق ابدا بعمليه الارسال. لنشوف ايفرتون من ناحيه فريق الزهره، والبلوك الناجح من ملادن، والزهره فائزا عم يتقدم 2-1. جوزيف عم ينكمش صار بهالخطه اللي عم يلعبها. برافو هون بالطبع لسيمو عطل المدرب. دانيس طابين بول عزيح 2-2 تعادل كامل 2-2 2-2
كانت امام حكم الزيح مباشره. الطابه البعيده من دانيس، حكام الحدود هن اسد عاصي، سعيد ابريانوس، بسام ملاط، وربيع الحاج يوسف. اعضاء الاتحاد اللبناني عم بيتابعوا هالمباراه. وناجحه هون من لؤي الشريف. برافو لؤي. مجموعة بنذكر لل 15 وعم بيلعبوا بشكل ممتاز الأنوار والزهرة بطبيعة الحال. الزهرة عم بيتقدم، الأنوار بعده عم بيرتكب الأخطاء، ما عم بيركز، ضايعين الشباب، كانوا مخمنين حالهم عم بيربحوا. ولكن برافو جون هون بصد هالإرسال القوي وبيعطي هالنقطة لفريق الأنوار. نرجع بنذكر اذا بدك نحكي كفنيات، ربما فريق الانوار هو متقدم على فريق الزهره، ولكن كقلب عم بيلعب اليوم الزهره بطريقه افضل. صح. زوزو مهرة 3-3 بهالمجموعه الحاسمه. لؤي كمان مره بيضرب بقوه، برافو للؤي. 4-3. لؤي الشريف عم بيقلب الامور لمصلحته ولمصلحة فريقه. كيف راح بيكون رد فعل الأنوار؟ المطلوب للأنوار يردوا بهاللحظات بالذات، ما فين يضلوا باسيف أو ما فين يضلوا هن لاحقين الطابة إذا كان بدهم يربحوا لقب بطولة لبنان. أوه دانيس برافو. داخل الملعب كمان، طابته بعيدة كلها. 4-4. هون في احتجاج على حكم المباراة، لنشوف، بس كانت واضحة. 4-4. الانوار مش عم بذكر متقدم بسلسله 2-0. نشوف هون الاعاده، الطابه مش كثير واضحه كمان على الريبلاي. ملادن حلوه هون من بيير. دانيس ارتور كمان مره. 5-4. والزهر عم يتقدموا. برافو. الفريق اللي رح يعمل بريك بهالمجموعه الخامسه بيكون قطع شوط كبير ليفوز بالمباراه، بس لهلا ما في شيء، نقطه بنقطه. 5-4 زهره. هلا خلينا نرجع نشوف من المخرج جو هيدي الطابه اذا في امكانيه بعد لحظات، لانه عم نطالب. ما بينت معنا، رح نرجع نعيدها. شو رايك؟ بدنا نشوفها ونحكم عليها 100% امام المشاهدين. هاي الطابه وهي الكبسه. انبول اكيد. 5-4. فإذا كنا عم نقول إنه الأنوار إذا بده يربح هالمجموعة وبالتالي يربح المباراة لازم يلعب بروح إيطالية أكبر بكثير من الروح يلي عم يلعب فيها فريق الزهرة. الزهرة مثل عم نرجع بنذكر إنه ربما فنياته أقل ولكن قلبه أكبر. المباراة رح يصير لها ساعتين. عم بيموتوا اللعبة فريق الأنوار. أكيد الإرسال مع الزهرة ومن مصلحتهم إنه أكثر شيء يضيعوا وقت ليضيعوا تركيزه لآدم أخوري. أوه شو هالبلوك الرائع من فراس الحلو، موزع فريق زهرة. 6-4. هل العمل البريك بعد؟ ما في شيء واضح، ما بعرف يعني. 6-4 تقدم جيد جدا لفريق الزهره وعلى ارضه. بنرجع بنذكر كمان ادم وسام. وكمان مره ما معقول يربحوا نقطه ثانيه بذات الطريقه. 7-4. ما معقول. كمان عبر فراس الحلو
مش عبر ايفرتون. طبتين على الطوالي عم بيصطدموا بفراس ويرجعوا لملعب فريق الانوار. كيف رح بيكون رد الانوار؟ انا بعتقد لازم يكون في عندهم رد هون الحلو بردة فعل حلوة كثير. طرابلس الفيحاء عم تحتفل بهاللحظات حتى لو خسر فريقها ولكن عم يلعب بشكل ممتاز، ولكن لهلا متقدم 7-4. بعد ارساله لادم خوري. وسام لادومو شو هالبلوك اليوم خاصة بهالمجموعة الخامسة، كمان مرة دومو بيعطي نقطة للألوان. دفاع ممتاز اليوم لفريق الزهرة. وعلى كل حال عم شوف لعيبة الزهرة دغري عم يطلعوا بسيمو عطا الله، يعني وقت عم يرتكبوا الخطأ عم بيعرفوا كيف ارتكبوا وكيف الطريقة يلي هو طالب منهم انهم يلعبوا فيها. دومي حلوة كبسات صاروخية من ملادن ميدا اليوم، يعني الجهاز الفني لفريق الزهرة عم بيقول له شو هيدا. فعلا اليوم ملادن ميدا عم بيكون رائع جدا مع فريقه. حلوه كثير من بين حائط الصد. مباراة حامية وحساسة جدا. ثمانية خمسة دينيس عم تنرد الطابة غريب. اوه 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 الهيئة رايحين على مباراة، رايحين على سلسلة طويلة جدا. 9-5 برافو زهرة. ما بعرف كيف بده يردوا بعد الانوار. برافو انوار لازم يلعبوا ما عم يلعبوا، هون النقطة وهون السر انه الانوار ما عم يلعبوا. الزهرة عم بيكون افضل. تسعة ستة للزهرة. بيير فارس على الارسال. منذكر بعد برا هالمجموعة هي لل 15 ومش لل 25. يعني عم نقترب من النهاية. الأنوار ستة، الزهرة تسعة. أبو شديد كيف بدها تكون ردة فعله؟ أو فارس. أوه نهرة بيعيد الأمل شوي لفريق الأنوار. يعني بعد شيء التقدم بعده كبير للزهرة وخاصة بهالمجموعة بنرجع بنذكر جورجية للخمسة. عشرة سبعة الأمور عم تمشي لمصلحة الزهرة. 10-7 هون إرسال مميز تنشوف ردته وسام. أوه كمان بخلص هون دينيس من حسن حظه بس مش لوقت كتير لأنه كبسة دومي بالشبك. بعتقد بلشت تخلص الأمور. تايم اوت ومحاولة أخيرة من الكوتش بيتشكوف سيردان. صعبة كثير صارت المباراة على فريق الأنوار.
الزهرة اليوم أفضل. أفضل وأقوى. روح إيطالية عالية للاعبين فريق الزهرة. سبعة. الزهرة على الإرسال. أوه 11 8 هون 8 11 من المرات القليلة اللي عم نشوف أرتور عم بيحط الإرسال بالشبك. كان ممتاز اليوم بهالعملية هيدي اللاعب أرتور الزايك. دينيس الغير موفق يعني بلش المباراة بقوة بعدين تراجع. لنشوف هالمرة يعني إرسال عادي. الزايك 12-8. ثلاث نقاط بتوصل فريق الزهرة من تقليص الفارق بهالسلسلة النهائية لواحد اثنين. هون كمان طابة منا بمحلها وبلادن عم بكبر الفارق أكثر وأكثر. 13-8. بعتقد خلصت. بلشت الاحتمالات عند الزهرة. الزهرة ما ربح البطولة ولكن الزهرة عم يتر من الفوز بأول مباراة له بهالسلسلة النهائية. يعني كأس البطولة اللي تم نقله من بيروت إلى بدنا نرجع عند دبو ننزله معنا. رجع ننزله لمجمع المر مؤقتا لمجمع مؤقتا المر. لأنه رح تكون المباراة الخامسة بالنورث هافن بمنطقة الشمال بحال قدر الزهرة يربح أيضا المباراة الرابعة على ملعب مجمع ميشيل مورا الرياضي. هون النتيجة 9-13. إرسال جيد والكبسة قوية وحلوة كثير الكبسة ما عم بيلعبوا. خلص نقطة واحدة بعد 14-9. برافو حلوة كثير من الزهرة. ما في استقتال على الطابات اليوم بفريق الانوار، ما في لعب بس الزهرة عم يلعب بطريقة أفضل وهون هي خلصت آدم خوري عم بينهيها 15-9 3-2 والسلسلة النهائية عم تتقلص ل 2-1. فرحة كثير كبيرة على أرض الملعب عم نتابعها الجمهور لؤي شريف البطل الكبير وكل لعيبة الزهرة عم يحتفلوا مع فريقهم على أرض الملعب بهالنتيجة الكبيرة. فوز كبير فإذا للزهرة وروح رياضية كبيرة كمان. روح رياضية كبيرة بين الفريقين أكيد مع نهاية المباراة. دائما بنحب نشوفها بالسلسلة النهائية خاصة. نحن رح نتوقف مع بريك وبنرجع معكم. رجعنا معكم على ارض الملعب وقبل ما نختم بدنا نكون مع استاذ جو همام. اولا كلاعب وكخبير بالكره الطائره، كيف شفت لنا مستوى هذه المباراه الثالثه بالسلسله النهائيه؟ مستوى رائع جدا الحقيقه، لكن الزهره كان بعيد عن مستواه بالمباراه الاولى، مش هذا مستوى الزهره، المباراه الثانيه والثالثه اثبتت انه مستوى الزهره بيستحق انه الفريق يكون على الفينال. الانوار فريق كثير قوي، نحن سلسله طويله بعد ما خلصت، هاي الفوليبول الحلوه، هذا جمهور الفوليبول الحلو، هيدي النظافه والشفافيه بهاللعبه يلي فعلا يلي بيستحق عم يربح. هذا اللي بدنا اياه من لعبه الفوليبول نحن، بدنا الناس تجي اذا استحقت تربح تنبسط، اذا ما استحقت تربح تروح كمان مبسوطه لانه هي ما لعبت منيح، هذا اللي بهمنا. هذا المطلوب، اليوم المباراه فاذا الثالثه انتهت لمصلحه فريق الزهره المينا، المباراه الرابعه واذا قدر مباراه خامسه وين راح يصيروا باي اوقات؟ المباراه الرابعه الساعه 7 على ملعب المر. الاربعاء؟ الاربعاء يوم الاربعاء، والمباراه الخامسه الساعه 7 الساعه 8 على ملعب نورث هيفن اذا صار في مباراه خامسه. اي نهار الجمعه؟ لا أربع خميس. أربع خميس ورا بعضهم. المباريات النهائية ببقى منتابع النتيجة فأزعل. طبعا لأنه نحن مضطرين نسرع الأمور لأنه بدنا لاعبين المنتخب نستدعيهم تيبلشوا بالتمارين
مدرب المنتخب واصل يوم الجمعة ولازم التمارين تبلش تتحضر لتصفيات كأس العالم اللي عم يستضيفها لبنان. إذا نهار الأربعاء المباراة الرابعة من هذه السلسلة النهائية، ومثل ما كان عم بقول الأستاذ جهمام، فالأفضل هو يلي يربح هذه المواجهة النهائية بطولة لبنان اكس اكس ال لعام 2013. شكرا أستاذ جهمام، شكرا للام تي في، وشكرا لكم وللفريقين الأنوار وزهرة على هذا اللعب الحلو. إلى اللقاء.